السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا بكم مرة تانية. معاكم مستر محمد طلحة ودي قناة Learn English with مستر طلحة. النهاردة إن شاء الله شكل ما اتكلمنا عن كيفية كتابة الحروف الكابيتال كلها، وعرفنا إنها بتشترك في خاصية واحدة إن كلها بتتجاوز السطرين الأعلى، يعني مفيش حرف كابيتال بينزل تحت السطرين. النهاردة إن شاء الله هناخد طريقة مش ممكن تنساها أبدا لما تيجي تكتب الحروف السمول. قال لي السمول ليترز لما اجي اكتبها بتختلف، يعني منها اللي بيطلع فوق السطرين ومنها اللي بينزل تحت السطرين وكمان منها اللي بيبقى ما بين السطرين. النهارده ان شاء الله هناخد القاعده البسيطه دي اللي مش ممكن من خلالها هننسى ازاي نكتب السمول ليترز. القاعده بتقول لي انهم 7 up 5 down 14 between. تاني 7 up يعني في 7 حروف بيتجاوزوا السطرين الاعلى، 5 down يعني 5 بيتجاوزوا السطرين لأسفل، and 14 between يعني 14 بيبقوا ما بين السطرين. تاني 14 بيبقوا ما بين السطرين. تعالوا يلا نشوف مع بعض ايه هي الحروف اللي بتطلع لفوق والحروف اللي بتنزل تحت السطرين وكمان الحروف اللي بتبقى ما بين السطرين. تاني القاعدة بتقول 7 up 5 down 14 between، 7 up 5 down 14 between. تعالوا نشوف يلا السابعه، السبع حروف اللي بيطلعوا لفوق. اول حرف معانا حبايبي هو حرف البي. لما اجي اكتب البي بيتجاوز السطرين يعني بيبقى من فوق وانزل على السطر التحتاني، وبعدين حبايبي ادي الكيرف لاين بتاعي بالمنظر ده، يبقى دي حرف البي. تعالوا نشوف يلا الحرف الثاني هو حرف الدي. الدي عكس البي، يعني هاجي برضو من فوق حبايبي انزل على السطر التحتاني وبعدين ادي الكيرف لاين اليمنى الثانيه بالمنظر ده حبايبي، ادي حرف الدي. بعد الدي حبايبي او الحرف الثالث اللي هيتجاوز السطرين الاعلى هو حرف الاف. الاف حبايبي بيبقى كيرف من فوق، وكيرف حبايبي بمعنى منحني من فوق بالمنظر ده، وانزل على السطر التحتاني وبعدين ادي الشرطه بتاعتي حبايبي بالمنظر ده من الشمال لليمين، ادي حرف الاف. بعد الاف حبايبي بيجي حرف الاتش، الاتش برضو بيتجاوز لاعلى، وقلت لك خلي بالك طالما هو هيطلع فوق السطرين عمره ابدا ما ينزل تحت السطرين. تعالوا يلا نشوف حرف الاتش، برضو باجي من فوق وانزل على السطر التحتاني بالمنظر ده، وبعدين من هنا حبايبي بطلع شكل الان كده، ادي كيرفد وانزل تحت تاني، ادي حرف الاتش. بعد الاتش حبايبي بيجي حرف الكي، الكي برضو بيتجاوز لاعلى. تعال نشوف حرف الكي، برضو من فوق انزل على السطر التحتاني حبايبي، وبعدين قال لي ادي سلاش بتاعتي لغايه السطر الاولاني والثانيه لغايه السطر الثاني، ادي حرف الكي. بعد الكي حبايبي بيجي حرف الال، الال حبايبي برضو من فوق وانزل على السطر التحتاني حبايبي، ممكن اقف بس كده وخلاص، وممكن اعمل له سنه بسيطه كده كده او كده الاثنين صح. بعد ال حبايبي بيجي حرف التي، التي برضو بيتجاوز لاعلى، تعالوا نشوف التي يلا، ادي من فوق بنزل لغايه السطر التحتاني حبايبي، برضو ممكن اقف او ممكن سنه بسيطه كده، وبعدين ادي الشرطه النايمه بتاعتي بالمنظر ده، يبقى ادي حرف التي. تعالوا بقى نعدهم كده 1 2 3 4 5 6 7، يبقى دول بقول عليهم 7 up يعني 7 بيطلعوا لفوق. تعالوا نشوف حبايبي بقى ال 5 down. 5 down شكل ما قلنا يعني 5 بيتجاوزوا السطرين لأسفل، يعني بينزلوا تحت السطرين، وخلي بالك دول الخمسة بس اللي بينزلوا تحت السطرين، عشان كده لما اجي اكتبهم دايما مستواهم بيبقى تحت الحروف التانية. اول حرف فيهم حبايبي هو حرف الجي. الجي حبايبي لما اجي اكتبه بعمل الدايرة بتاعتي السيركل بتاعتي ما بين السطرين، وبعدين بنزل بيها تاني عادي جدا اهو، وبعدين ادي كيرف من تحت، ادي حرف الجي. بعد الجي حبايبي بيجي الجاي، خلي بالك ده اسمه جي لكن اللي جاي جاي. تعالوا نشوف الجاي يلا هكتبه ازاي. باجي من السطر الاولاني وانزل تحت السطرين بالمنظر ده، يلا ادي الكيرف بتاعي بالمنظر ده واحط الضم بتاعتي النقطة بتاعتي، ادي حرف الجاي. بعد الجاي حبايبي الحرف اللي بيتجاوز لأسفل هو حرف البي، خلي بالك طالما هينزل تحت يبقى مش ممكن يطلع فوق السطرين. طيب البي حبايبي لما اجي اكتبه باجي من السطر الاول وانزل تحت السطرين، قلنا كله طبعا بيتجاوز السطرين،
وبعدين ادي الكيرفد لاين بتاعي بين السطرين، يعني لازم يلمس السطرين حبيبي. بعد البي الكيو، والكيو حبيبي عكس البي، شكل البي والدي كده، يعني هاجي من فوق وانزل برضو تحت السطرين حبايبي بالمنظر ده. ممكن اعمل السنه دي او مش ممكن اعملها، وبعدين حبايبي بدي الكيرفد لاين بتاعي بالمنظر ده. ادي حرف الكيو. بعد الكيو حبايبي بيجي حرف الواي، وخلي بالك ان الواي هنا ليه شكلين اتنين في الكتابه بطريقه صغيره، يعني لما اجي اكتب سمول واي اللي ممكن اكتبه بطريقتين. اول طريقه ممكن تيجي لي بالمنظر ده، بدي خط مايل وعكسه خط مايل اهو، بس بينزل تحت السطرين، يعني بيخلي الميل بتاعه تحت السطرين. تاني حاجه حبايبي ان هو ممكن بيكتبها لي بالمنظر ده، يعني بيدي حرف اليو بين السطرين وبعدين انزل بيه تحت بقى كده شكل حرف الجي، يبقى انا كده كتبت الواي سمول. يبقى اذا الواي ممكن يكتب بالمنظر ده هو سمول، وممكن يكتب بالمنظر ده، اي واحد من الاثنين شكل صحيح. يبقى انا عندي كده 5 داون، يعني 5 حروف تجاوزوا لاسفل. جي جاي بي كيو واي، again جي جاي بي كيو واي، جي جاي بي كيو واي. تعالوا نشوف بقى بقيه الحروف وعددهم 14 يعني 14. 14 حرف هلاقيهم بينكتبوا ما بين السطرين، ولما اقول بين السطرين يعني لازم يلمس السطر الاول والسطر الثاني. اولهم طبعا حبايبي هو حرف الاي، طبعا الاي لما اجي اكتبه بدي الكيرفد لاين النص دايره بتاعتي وانزل حبايبي اهو بالسنه بتاعتي، ادي حرف الاي، يبقى ادي الاي سمول. ثاني حرف حبايبي هو حرف السي، السي برضه لازم يبقى ما بين السطرين بالمنظر ده، شوفوا حبايبي اهو. ادي حرف السي، يبقى اذا السي برضه لازم يلمس السطرين او ما بين السطرين. بعد السي حبايبي بلاقي حرف الاي، حرف الاي بقى في النص كده حبايبي، وامشي شويه حبايبي هناك يمة اليمين، وبعدين ادي الكيرفد لاين بتاعي بالمنظر ده. ادي حرف الاي، تاني امشي شويه كده وادي الكيرفد لاين بتاعي، وقلت لازم يلمس السطرين، تاني حبايبي لازم يلمس السطرين. بعد الاي حبايبي بلاقي حرف الاي، طب الاي قلنا خلاص هيبقى ما بين السطرين اهو، ممكن اعمل سنه وممكن ما اعملش، وبعدين احط الدوت بتاعتي النقطة. طيب تعالوا حبايبي بعد الاي بلاقي حرف الام، ادي الام حبايبي، قلنا بنزل واحد كده ما بين السطرين، وبعدين من هنا حبايبي بطلع وانزل كمان مرة تاني كيرفد لاين اهو وانزل، يبقى ادي حرف الام، ادي الام سمول. بعد الام حبايبي الان، والان بيبقى برضو ما بين السطرين، ادي الشرطة بتاعتي اللي بين السطرين، وبعدين بطلع كده وانزل شكل الاتش بالظبط، ادي الان. بعد الان حبايبي طبعا بيجي الاو، حرف الاو بيبقى برضو ما بين السطرين، وخلي بالك من طريقة كتابتي لي الاو، تاني اهو شكل الدايرة بالظبط او. بعد الاو حبايبي بيجي حرف الار، الار حبايبي برضو بيبقى ما بين السطرين، طبعا بنزل بواحد كده وما بين السطرين، وبعدين من هنا بطلع، خلي بالك ما تبقاش شكل اتنين، يعني ما تروحش جاي من فوق كده عامل كده اتنين، لا ادي الواحد بتاعي الصغير اللي بين السطرين، ومن هنا بروح جاي طالع ومدي كيرفت كده على السطر الاولاني. بعد الار حبايبي بيجي الاس، وحرف الاس برضو بيبقى ما بين السطرين، وقلنا الاس شكل اللي هي بطه كده بس ما بتكملش، ادي حرف الاس، تاني ادي حرف الاس. طيب بعد الاس حبايبي الحرف اللي بينكتب ما بين السطرين هو حرف اليو، طب اليو هكتبه ازاي؟ اهو حبايبي انزل وبعدين امشي على السطر التحتاني، وبعدين ادي السنه بتاعتي البسيطه، ادي اليو. بعد اليو حبايبي بيجي حرف الفي، والفي برضو بيبقى ما بين السطرين، الفي بيبقى ما بين السطرين، وبعد الفي بيجي حرف الدبليو، الدبليو اهو برضو ما بين السطرين، سهل جدا اتنين في كده مع بعض. بعد الدبليو حبايبي بيجي حرف الاكس، الاكس حبايبي برضو بيبقى ما بين السطرين بالمنظر ده، وبعد الاكس حبايبي بيجي حرف الزي، اور الزي
ادي بروح يمه اليمين وانزل تاني مايل، وبعدين اروح تاني يمه اليمين، تاني بروح يمه اليمين بالمنظر ده، وبعدين انزل مايل، وبعدين تاني اروح يمه اليمين. يبقى انا كده كتبت حرف ازل، وبكده يبقى انتهت القاعدة بتاعتي اللي انا من خلالها مش ممكن انسى ابدا كتابة الحروف سمول على السطور. 7 up 7 بيطلعوا فوق حبايبي، B D F H K L T. 5 down 5 بينزلوا لتحت، G J P Q Y G J P Q Y، وهتفكر انهم 6 الواي بينكتب بطريقتين اثنين. وبعد كده 14 between 14 بين السطرين، A C E I M N O R S U V W X N Z. وكده يبقى انتهت حلقتنا، استنونا في الحلقة اللي جاية ان شاء الله، وما تنساش لايك شير سبسكرايب and don't forget the bell، اوعى تنسى ابدا الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجاية ان شاء الله. Goodbye، السلام عليكم.